10 سنوات من الفن على سكاي نيوز عربية، والبداية كانت من هنا. السياسة ما بتجيب السعادة للناس، الفن بيجيب السعادة للناس. سكاي نيوز عربية كانت جزءا من صناعة المشهد الدرامي في العالم العربي. وصناعة المشهد السينمائي أيضاً. You know, I'll be the love doctor. Captain love amore. لو احنا استقرينا على شكل السينما بتاعتنا اللي احنا عارفينها هيبقى ده الموضوع وخلاص. I think about that every time I go there and I'm like in a groove and then that little red light comes on and I'm like, can I get somebody over here please? I tend to embrace my characters, you know, as part of a big, you know, cinematic family. حب الشخصيات اللينة يعني اللي بتبان بالموقف. والموسيقى هي ليلة العيد أنستينا فاقوا الناس عصوا دق جرا يا عاشقة الورد ضعت نتخبى من درب القمر وبجد عاملة زي الخيال طول ما انت غايب ماليش حبايب غير القمر انا وانت والحب اللي بينا يزيد وين عرم الله والفيه مسافر وين عرم الله احنا ما قدمنا ولا اغنيه ولا قصيده نحن قدمنا ستيتمنت صرخه وبفيق في عندي قلب انت ومعي وبتصير تمشي بالقلب تكات هالوقت الغبي اللي عم يلعبوا بعض وصبي يمحي ويلغي اعمارنا بلا وعي شاركنا النجوم اجمل لحظاتهم الفنيه انا سعيد النهارده انا مبسوط As a producer, I try just to give the artist all the tools they need to make the movie they want to do. Jeremy Irons. Do I have to close my eyes? I go like this. Yeah, you have to close your eyes. Hey, happy birthday, Yanni. Wow. Why you want to speak in Arabic in your company? Because the most important thing you must have for your audience is respect. أنا مسعود فيكم اليوم شكراً لكم. يعني هذا اللي علم هذا اللي خلى العالم تحس انه المسلسل السوري بيشبهها واكثرها حميميه حتبكي انا بعرفه حس التوتر كثير كبير وخايف هنقول للسواق بتاع الاتوبيس اللي بيشرم ده بيقول له ما تشربش السنه دي عشان احنا في سنه الحب انت مصر تبكيني اليوم انا ما فيني اغني مفترق الطرق بدون ما ابكي مثلا والله يا لانا بلاقي نفسي ساعات دموعي بتنزل وانا بغني عم بتعلق بالقشه انا الناجيه المعلقه بقشه يعني انا ما بحبش الخوف يعني حتى الخوف على المستقبل مش موجود عندي اللي مرقنا فيه كان كتير مؤلم وصعب السوريين حتى على المستوى النفسي بدهم وقت لحتى يرجعوا هيك يرمموا حالهم نفسيا يعني. بزعلني من بعض الناس اللي هن قاعدين ملنت لاطيين لحتى يصطادوك انك ها يوقف حد انسان واحد من العرب دعملكن الشرق مثل ايطاليا ومثل اوروبا ومثل امريكا ومثل بدكم اياه لو في يوم من الايام عايز اعمل حاجه عن مسيرتي هتبقى انت اتمنى اتكلم معاكي ان انت شاطره قوي ومذاكره وصادقه انا شايف في عينيكي قد ايه انت اثرتي في كل الشرف لإلي شكرا محمد دياب شكرا لك جدا اللحظات العفويه قديش لك عم تفكري بهذا السؤال ما صار لي كثير كواليس النجوم اليوم عم تضحكي لا انا بدك تحكي ابا صح يا لانا ما تفضحيناش ايه بنقدر نشرب عصير واحنا بنلعب صح؟ ايه شكله كربوش اهلا وسهلا فيكم بكواليس النجوم اليوم
يا زلم بدنا نصور، يا زلم أنا لسه بدي روح على دبي. ما إلي قلب أنا أخلص، يعني أنا هذيك المرة قلت لهم ليش ما حاطيني أنا بهذا المشهد؟ لازم أكون موجودة. يا مالي الشام، يا الله يا مالي. علاش قولي علاش تغني سوري كذلك؟ لا ما بقلك ليش تغني. الضغط علي. ما عندي مشكلة تغني سوري. لا غني كل لغات. بعد ما نطروني 12 ساعة تصوير كاملة لحتى أقدر أخذه، بعد الكثير من الأعذار، رامي أنت موجود معي ما فيك تهرب من الكاميرا. والله هذا الواضح إنه ما عادت تهرب. توقعوا اللي مش ممكن تتوقعوا. لا تخوفيني. خفت. وتصريحاته الخاصة. عندما أقبل على أي عمل فني فأنا أتحول إلى شريك أساسي فيه. أنا ما كان عندي مصاري أطلع أدرس إخراج، رحت على المعهد الثقافي الروسي، حابب أدرس إخراج. الفنان السوري أثبت لحاله منفرداً أنه قادر أن يؤثر إعلامياً أكثر من كل وزارات الإعلام المرئت في تاريخ سوريا. تجربة الحب إذا صمتت مع شخصين لازم نعمل له تمثال مثل ما تقولوا باللغة. بهذا الوقت صحيح. حجزت في قريتي في بيتي ولم يكن معي إلا دواوين محمود درويش. كنت فكر إنه هذه الدنيا كلها بدي يعني انتصر عليها. بالأخير ما بينتصر واحد على نفسه أصلاً. على وعسى أن يأتي يوم السياسة بالعالم تصير عادي. ما بعتذرش أبداً. أبداً. في كلام سعد بيطلعني سبع سما، وفي كلام بيديني بخنجر في قلبي. أسهل لنا بدل ما نتكلم في التليفون نحن نبعث لبعض مسجز. العلاقات تغيرت بين الناس بسبب ده. لو كان عندي شيء جديد أخرج للناس ولا أنا عندي هذا الشيء جديد. في عندك خبرة تراكمية نتحدث عنها في حلقات وليس في لقاء واحد. أنا شايف يعني أوكي إذا هذا يسعد الجمهور أوكي موافقك الرأي. I try to make music that I think everybody can feel no matter who you are. You said that you have working on a master plan with him. Well, we'll reveal that very soon. تشويه صورة المرأة يعني بس هذا لي اعتراف الموضوع ده. ما شاء الله الشباب تعبوا كتير بالسيطرة عليه بالضبع بالمشهد لأنه مو مزحة يعني القصة. إذا بيفلت الضبع ما بيخلي حدا من الكرو تبع المسلسل عايش. أسوأ أغاني تقدمت وطنية للمناسبات الوطنيات كنا تنكبنا فيها في عام 67. أنا بسمع أسماء مسلسلات تخض هم بيحكوا عنها عادي طبعا. بتلاقي سي اس اي، جيم اوف ثرونز، بريكنج باد، فانتوا بتقولوا ايه؟ يعني انا بالنسبه للاعمال اي مشاهد يعني انا قاعد معاكم كيف؟ انا احس انه الشخصيات الانسان هو شفره لا يمكن تتكرر. الانسان ترى بالنهايه يحتاج يكون يعني حر شويه يعني. شارلي شابلن عندما جرب ان يقلد نفسه كان فاشلا جدا. حتى في عز ازمه الحجر الصحي كنا معهم. اهلا بيكي واهلا بسكاي نيوز. داود حسين اهلا وسهلا فيك من الحجر المنزلي. مرحبا بسكاي نيوز معي في الحجر الصحي بالمغرب. مرحبا بك. لو رجعت لورا هنزل تحت انا كده احاول احط اي حاجه ورا الايباد. اوكي ايوه الو يا لانا وحشتيني. 10 سنوات من الفن والقادم اجمل. ثانك يو لانا سوري. أنا سعيد بسكاي نيوز عربية المحطة اللي أنا أعشقها وأتابعها دائما. يعني اللقاء ينتهي والمسرحية تنتهي والمسلسل ينتهي ولكن محبتي لكم لن تنتهي. Great pleasure talking to you. كان لقاء من اللقاءات الظريفة جدا حقيقي اتبسطت جدا بجد. شكرا طبعا على استضافتي تعيدة أنا بهذا اللقاء. أنا مؤمن أنك أنت كمان محاورة لست فقط دافئة ولكنك دافئة وعميقة أيضا. شكرا إليك أنا سعيد بشوفتك. شكرا. سلامي لكل الجمهور تاع سكاي نيوز ولقائي معاكم إن شاء الله في كواليس النجوم مع لانا على سكاي نيوز بالعربية. بمناسبة ميلاد سكاي نيوز عربية بحب وجه لكم تحياتي. بتمنى لكم دوام النجاح والتألق الدائم. 10 سنوات لسكاي نيوز العربية إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله ديما موفقين وديما ناجحين وديما عندكم إشعاع. دوام التوفيق والنجاح للمحطة اللي محبة كتير إن شاء الله 100 و150. أنا بدي أقول انزل يا جميل على الساحة واتمختر كده بالراحة مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي سنة حلوة يا جميل هابي بيرث داي تو يو تترا ترا هابي بيرث داي سكاي نيوز تترا ترا هابي بيرث داي تو يو سنة حلوة يا جميل كل عام وانتم بخير.